مئات السوريين وصلوا إلى معبر باب السلامة في ريف حلب الشمالي ليبدأوا رحلة الحج انطلاقا من الداخل السوري، رحلة يشرف على تنظيمها لجنة الحج وإدارة المعبر بالتنسيق مع الجانب التركي. ويدخل يوميا قرابة 350 حاجا ضمن جداول زمنية محددة لتسهيل وتنظيم عبور الحجاج. تم تواصل إدارة المعمر مع الجانب التركي من أجل تقديم كافة التسهيلات لأهلنا حجاج بيت الله الحرام. طبعا بتاريخ اليوم سوف يبدأ دخول الحجاج من الجانب السوري الجانب التركي من أجل أداء مناسك الحج في مكة المكرمة. طبعا الأعداد المتوقع دخولها حوالي 2000 شخص. تم تجهيز باصات نقل مجانية من معبر من كراج سجو إلى الجانب التركي. نقوم باستقبال الحجاج وتقديم التسهيلات لهم لدخولهم إلى الأراضي التركية ثم سفرهم إلى السعودية. نقوم باستقبال حوالي 2000 حاج سيدخلون إلى تركيا ويسافرون يوميا بين 350 إلى 400 حاج سيدخل يوميا. الحال هنا في معبر باب الهوى كما نظيره في معبر باب السلامة. الحجاج يتوافدون للعبور إلى الأراضي التركية أيضا، إذ من المقرر دخول 4500 حاج بمعدل 300 حاج يوميا. رسوم الحج هذا العام بلغت نحو 2500 دولار للحاج، ويشيد الحجاج هنا بالتسهيلات المقدمة لهم حتى الآن. التسجيل كان مريح والخدمة مريحة والحمد لله، وهذا دل على شيء، بدل على التسهيل الإلهي مو تسهيل بشري. وحاليا بتبارك شايف الامور كويسه الحمد لله، طالعين على تركيا. التنسيق المشترك بين اداره الحج والمعابر والجانب التركي ساهم في تسيير دخول الحجاج السوريين الى الاراضي التركيه لاستكمال رحلتهم واداء شعائر هذه الفريضه.